كرة فين؟ تو اتنين جون. بتقول ايه؟ ويبقى كده النادي الاهلي استنفذ الثلاث تبديلات، وادي كوره وجول، كوره وجول، جول 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 جول، عملها احمد علي. اه يا احمد مالك؟ اه يا احمد مالك بقى؟ يا خراب يا احمد، هتخبى عليا ولا ايه؟ يا دي النيله يا احمد، خد يا زلفي، ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. أنا آسف، ما كانش حال الأهلي ده، أهلي اللي بطل تالت عالم، تمانية إفريقيا، مش عارف 300 مليون كاس ودوري. وليه الاهتمام ده قوي ساعتك؟ كؤوس مليانة مالية الدنيا يا كابتن، يتعرض لده؟ يتعرض لهذه الخسائر كل ماتش؟ فيش ماتش يفرحونا؟ ماتش ابقى طالع كده وسعيد؟ امبارح الزمالك جايب ثلاثة، وايه؟ جايب ثلاثة وزعلان. مالكش دعوة، مالكش دعوة. مدرب عرف يخلي كل واحد يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخة في الكلام، ناقصين لمخة. كرة فين؟ تو اتنين جون. انت بتقول ايه؟ انت لعيبة رابط رجليها، والله في لعيبة رجليها مربوطة، مش قادر، مفيش نفس يا جماعة، نفس. اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي ده، نعمل معاه سباق، نعمل معاه نجري مع بعض في التراك كده ونشوف مين اسرع، ما بيجروش. شكرا. اسكت بقى، انا بنورك، ده انا بنورك. بص يا رب، انت جيت لي منين؟ جيت لي منين؟ شيء مهين. دايما دايما ولن اتنحنح ولن اتزحزح ولن اعود ابدا. رفعت القعده